جو طالب 15 سنة قتل تهجير ذبح اضطهاد الشعب القمع هذا اللي يصير. ليش هذا مو حقنا؟ احنا مو شباب، احنا مو عراقيين. هذا القمع يصير هذا بالدول العربية ماكو يشترى. 15 سنة من حكومة لحكومة ماكو شيء. يا حريد نغير، نريد نحل البرلمان. احنا البرلمان نريد نحله، نحل البرلمان نظام رئاسي. احنا نريد نظام رئاسي. صعب اهل البصرة تتلوم ليش؟ شباب يطالبون بحقوقهم. شاب عمره 17 سنة 18 سنة تكتب برصاص حي ليش؟ وين الحقوق؟ وين الدستور؟ يعني ساكت على امره. هم يسرقون ظلام سرقوا ثروات العراق من كل شيء، من كل شيء، من عائدات النفط، من عائدات العتبات المقدسة، من كل شيء. يعني ما خلوا شيء، ما باقوا، ما خلوا، رجعوا بندوا بيوتهم بجوبنا زين، حتى يسرقون زيادة الضرائب، زيادة الصحة، زيادة الجسمة، فلشوا المدارس. استفزازات رجال الأمن ودول تقدر تصورهم، استفزاز إنه محافظنا على سلميتها واعتب على اللي بقى قاعد بالبيت. بعد لا يطلع زيارة ويقول هيهات من الذلة ويروح ملايين ويومية ما يجي هنا. طالب اولا بالغاء الدستور والغاء هاي الحكومه اللي يعني لا طلع واحد من عندهم وشاف المتظاهرين شي يريدون، لا لبى مطالبهم. شباب كلها عاطلين عن العمل وخريجين واولاد عوائل، اللي خريج قام يشتغل تاكسي، لو يقعد يبيع مي داخل لو السيطره لو بالشارع. يعني ما يصير هذا الظلم.